امتى يبقى مسموح لك تعمل كارت مشتريات في البنك؟ لازم الاول تعرف ايه هو كارت المشتريات، وده تقدر تعرفه من الفيديو اللي عملناه قبل كده بتاع ايه هو كارت المشتريات. وبعد كده تعالى كمل معايا هنا عشان تعرف امتى يبقى مسموح لك تعمل كريدت كارد او كارت مشتريات. بس لو انت اقل من 21 سنه ما تكملش الفيديو، علشان البنك مش هيسمح لك تعمل كريدت كارد او كارت مشتريات لو انت اقل من 21 سنه، الا في حاله واحده، ان حد قريبك من الدرجه الاولى يكون عنده كريدت كارد ويطلع لك كريدت كارد تاني بضمانه. والكلام ده لحد وقت تصوير الحلقه، ولو حصل اي تغيير في اي وقت هبقى اقول لكم في اول كومنت. معاكم احمد هشام، تابعونا عشان تعرفوا. اهلا بيكم مره ثانيه. بص يا وزير، اول حاجه لازم تعرفها ان البنك مش هيديك كريدت كارد تصرف منه زي ما انت عايز من غير ما يكون ضامن ان انت هترجع الفلوس دي، اصل هو مش مال سايب. اول حاجه البنك يسمح لك ان انت تطلع كريدت كارد بضمانه هي الشهادات والودائع، وده عشان البنك بيكون ضامن ان انت ليك فلوس شغاله عنده. فلما يطلع لك كريدت كارد بضمانه هيكون ضامن ان انت لو زوغت كده او كده في الحاله دي هيقدر ياخد من الفلوس اللي شغاله عنده، وطبعا بيجمد الفلوس دي عشان ما تقدرش تكسر الشهاده او تاخد فلوس الا لو سددت الفلوس اللي عليك في الكريدت كارد او ان انت لغيتها. حلو، طب امتى كمان البنك يسمح لك ان انت تطلع كريدت كارد؟ لو مرتبك متحول على البنك، وهنا مثلا البنك هيديك كريدت كارد بيكون 3 او 4 اضعاف مرتبك، وفي الحاله دي البنك بيكون ضامن ان انت لو زوغت او اتاخرت عن ميعادك هيخصم من مرتبك كل شهر الفلوس اللي هو عايزها، فمرتبك هنا بيكون ضامنه. طب نفترض ان انت ما عندكش شهادات ولا مرتب بتحول على البنك، كده خلاص تفقد الامل؟ لا، في بنوك بتتيح ان انت تعمل كريدت كارد بضمان الحركات اللي بتتم على حسابك. يعني لو انت عميل كويس في البنك وعندك حركات كتير بتحصل على حسابك، ساعتها البنك بيكون شايف ان انت ممكن تعمل كريدت كارد واكيد مش هتتاخر، ولو اتاخرت اهو في فلوس داخله وخارجه من حسابك نقدر ناخد منها. طب نفترض ان انت ما عندكش حساب بيحصل عليه حركات، ولا عندك شهاده، ولا عندك مرتب متحول على البنك، في الحاله دي في بنوك بتسمح لك ان انت تعمل كريدت كارد عندهم بضمان عضويه النادي، علشان البنك بيكون شايف ان انت بدام عامل عضويه في نادي محترم يبقى انت شخص محترم وبالتالي مش هتتاخر عن مواعيدك. كمان في بنوك بتتيح لك ان انت تعمل عندهم كريدت كارد بضمان كريدت كارد انت عامله في بنك تاني. يعني انت لو مثلا عامل كريدت كارد في البنك الاهلي بضمان مرتبك، ممكن تروح تعمل كريدت كارد في بنك مصر مثلا بضمان الكريدت بتاع البنك الاهلي، بس بشرط ان انت ما تكونش بتتاخر وبترجع الفلوس اللي عليك في ميعادها في البنك الاهلي، وده هيبان في الاي سكور بتاعك لما تروح تقدم في بنك مصر. والبنك بيسمح لك ان انت تعمل كارت زي ده علشان بيكون شايف ان انت عامل كريدت كارد قبل كده وبتسدد فلوسك في ميعادها، فمش مشكله ان البنك يعمل لك كريدت كارد عشان سمعتك حلو. طب لو انت مش حد من كل دول، في بنوك بتتيح ان انت تعمل كريدت كارد بضمان السجل التجاري بتاعك، وده في حاله ان انت صاحب نشاط تجاري مثلا، وما تنساش تاكد على موظف البنك وهو بيعمل لك الكريدت كارد ان هو يختار لك طريقه سداد المديونيه 100% من حسابك او من المرتب، عشان دي مهمه جدا وهنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو بتاع ازاي تستخدم الكريدت كارد صح. لو لقيت حاجه من الحاجات اللي فوق دي تسمح لك ان انت تعمل كريدت كارد، ابقى شوف الحلقه بتاع انواع الكريدت كارد عشان تختار النوع اللي يناسبك، ده بعد ما تعمل لايك طبعا.